فوكسي جالها شغل في السينما. ده يونيفورم كاشير، ممكن تبتدي شغل. على فكرة ده المدير، ممكن تتعرفوا على بعض. واو، هو أكتر شاب وسيم في العالم. يوم العمل ابتدى خلاص، ابتدي شغل. أنا قلقان إنها ما تقدرش تستحمل. بيحبني؟ ما بيحبنيش. بيحبني؟ أوه أرنولد. يو، ليه في وردة في الصودا بتاعتي؟ أنا كمان عندي شوية. مقرف، مين اللي عمل كده؟ ده هو. تذكرتين أكيد. أهي التذاكر وكل حبي. هو رايح فين؟ عايزين تذكرتين. شكرا. ليه في ملمع شفايف؟ يا خاين، روح السينما معاها. ايه؟ واضح ان النهارده مش يومي. ولا يومي كمان. انا بحب الصودا. اتمنى يكون معايا سناك كمان. اتفضل. انا زهقت من الفشار. ده اكتر من مجرد فشار. واو، اكل بيتي حقيقي. شكرا. اتمنى يكون لذيذ. انت لسه هنا؟ روحي اشتغلي. هو ناكل اللي جميل جدا. هاي يا مدير، هي دي شنطة كاندي؟ معناه ان هو من اللي بيحبوا الكاندي، وانا عندي فكرة. هو هيحب الكب كيكس دي. هنمزج 155 جرام من السكر، بيضتين، و55 جرام من زيت نباتي، و155 جرام من الزبادي. هنقلبه ونضيف فانيليا، ونضيف 200 جرام من الدقيق ومعلقة بيكنج باودر. قلبوها وصبوها في قوالب. اخبزوها من 5 إلى 20 دقيقة في درجة حرارة 350، وضيفوا آيسنج بعد ما تبرد، وزينوها بفشار كراميل. المدير أرنولد، عندي ليك تريت. ده في الواقع لذيذ. عمل هايل، هيبيع كويس جدا. شكرا. ايه؟ هو ما فهمش. أرنولد، مين دي؟ ازاي تتجرأ؟ اتفضلوا ادخلوا، استمتعوا بالفيلم. شكرا يا ريك. انا محتاجة ادخل جوه. مين اللي هيعمل شغلك؟ بسرعة. طيب ايه؟ انا مش هخلي ده يعدي. خرجني من هنا. دي حرب. ممكن الاقي اي حد على الانستجرام. دلوقتي الوش ده هيكون على كل تذكرة في مكان الطابور. خلاص، اهي التذكرة بتاعتك، واهي التذكرة ليك. انا كسبت الجولة دي. بيحبني؟ ما بيحبنيش. واضح ان فوكسي بقالها كتير بتعمل ده. هو مش بيحبني. خلص من عندي الفشار. اسفة، هو بيحبني. هو ده كان ايه؟ انا كنت عارفة. ركزي في شغلك. ايه ده؟ قلب؟ ساعدوني، انقذوني، فشار كتير قوي، انا بموت. حبيبي، دلوقتي هنكون مع بعض للابد. كملي شغل. البنت الجديده دي مضحكه قوي وساذجه جدا. فوكسي، تعالي هنا، هاتي شوية فشار دلوقتي. هي وقعت النضارة. عمري ما شفت ده قبل كده. محتاجة أجربهم. واو، هي جميلة، والفشار مش عادي خالص. أهو الفشار بتاعك يا مدير. شكرا جدا، أنت وقعتيها. شكرا.
أوه ريك، كان لازم تشوفها من النظارة دي، كان جنون. في شارليك أهو، استمتع بالفيلم. إيه؟ فين علب الفشار؟ مدير أرنولد، عجبك كاب البيسبول بتاعي؟ هنثبت ستنسل على كاب بيسبول ونضيف لون قماش أبيض وأحجار الراين بعد ما تنشف. حبيتها، بديل هايل لعلب الفشار. وانتي اشتغلي، ما تبقيش كسولة. هو مش معجب بيا ولا شوية صغيرين؟ استمتعي بالفيلم. أوه أرنولد، أنا هروح جوه، أنا هقوله على مشاعري النهاردة، أنا بحبك. ريك، ممكن أشغل الفيلم بتاعي؟ أوه فوكسي، اتفضلي. شكراً. الجمهور مش عاجبه الموضوع ده. إيه ده؟ أنا بحبك؟ ده بيغير كل حاجة. إيه اللي بيحصل هنا؟ مين اللي بوظ الفيلم؟ هو فين؟ فوكسي، بتعملي إيه هنا؟ فين الناس؟ يلا نتفرج على الفيلم مع بعض. ده مش منطقي، أنا هتصرف. خطتي فشلت. ريك بالعافية قادر يصد الجمهور. بتعمل إيه؟ خليهم يدخلوا، المكان كله ليا. فين النظارة المفضلة عندي؟ هنقطع إطار كرتون للنظارة ونعمل قلوب من فلتر صور. هنلزق قطعتين ونضيف الدراعات. واو أرنولد حبيبي، أنا كنت عارفة إن من جواك رومانسي. فوكسي اصحي، لازم تشتغلي. اوبس. الفشار ده مش صالح للأكل، طعمه وحش جدا. فوكسي. أرنولد، أنا جاية. أوه أرنولد، فوضى فظيعة، اشتغلي يلا. هنعمل كورة كبيرة من الفويل، هنلزق نصين كورتين صغيرين علشان تعملوا شكل قلب، ولونوها أبيض وغطوها بفشار. ضيفوا 600 جرام من الجبس في كوباية وكوبايتين مية، واغرزوا أنبوبة طويلة. الزقوا القلب بعد ما الجبس ينشف. الفشار ده للبيع؟ أنا عايزه. اتفضل. حظي سعيد قوي ريك، ده حاجة هايلة. استمتع بالفيلم. مبروك يا فوكسي، أنا بحب الأفلام الرعب. أنا وسخت إيدي. أرنولد، ليه بتخوفيني كده؟ ما تقلقش، ده للفشار علشان ما توسخش إيديك. فكرة عبقرية، عمل هايل يا فوكسي. استمتع. أنا مش عايز سبرايت تاني، خد طلبي. إيه دلوقتي؟ هو عايز كوك؟ طيب، أوه شكرا، كده أحسن بكتير. تذكرتك لو سمحت، اتفضل. تذكرتك لو سمحت، استمتع بالفيلم. هاي مشغول. اوبس، ده كان ايه؟ اتفضل لو سمحت. عجبكم الفيديو بتاعنا؟ قولولنا في التعليقات مين عجبكم اكتر، فوكسي، ارنولد ولا ريك؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديو جديد مضحك من تروم تروم.